السلام عليكم في فيديو جديد وفي خرجه جديده. خرجتنا نهار اليوم راح تكون ولايه الصيف مع وكاله ماتيا طرافي. في الصيف رحنا لزوج اماكن، المنطقه الاثريه جميله وبارك مول. رايحين نبداو لكم بالمنطقه الاثريه جميله. هذه المنطقه اللي فيها اثار تعود للعهد الروماني مصنفه كتراث عالمي من قبل منظمه اليونسكو. نخليكم تعرفوا على البلاصه اكثر من بعد نهضروا عليها. زينة أرض بلادي، زينة زينة أرض جدادي، مرحبا بالضيف لي جزرنا، وزرنا فرض بلادي، مرحبا بالضيف لي جزرنا، وزرنا فرض جدادي. زينة أرض بلادي، زينة أرض جدادي، مرحبا بالضيف لي جزرنا، وزرنا فرض بلادي، مرحبا بالضيف لي جزرنا، وزرنا فرض جدادي. زينة أرض بلادي، زينة زينة أرض جدادي، مرحبا بالضيف لي جزرنا، وزرنا أرض بلادي، مرحبا بالضيف لي جزرنا، وزرنا أرض جدادي. زينة أرض بلادي، زينة أرض جدادي، مرحبا بالضيف لي جزرنا، وزرنا فرض بلادي، مرحبا بالضيف لي جزرنا، وزرنا فرض جدادي. أثر تاع الرومان، الرومانيين إيماجيني، هادو من عهد الرومان وهما مازال. بون بلاصة شابة، معليش نتمنى لكم كامل تجيب لها. يجي شريكي، حوس بلادك هكذا، عرف بلادك. ها كيما شفت على الأثر هذا الرومانيين، عرف بلادك شريكي، حوس دور. هذه هي كما شفتوا معنا، هذه هي المنطقة الأثرية جميلة. إن شاء الله تكون عجبتكم، بلاصة بزاف شابة، فيها آثار، فيها يعني تاريخ كبير، التاريخ هذا يعود للعهد الروماني. وبيان سور لا فيزيت تاعنا تاع جميلة خلاص بقعدة بوسطة، ونخليكم تشوفوها معنا. مرانيش قادر
نحمل هاد الاعداء كما هذا يسميوه كوست نصر كاركل، وكاين هذا اللي هو معبد فونيس. دوك انت تشوف تقول هذا ماشي الحل معبد، هذا ماشي الحل كوست. بون على بالك بلي العهد الروماني قديم 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 بزاف، سما هادو ديجا مع الزلازل وقت عارف سما رابو ما قعدوش قعدو غير اتا سما شغل حد الحجر دوكا وشي الحجر هذا ما كان. بون ما عرفتش نهضر على البلاصه كامل خاطرش ما خلصهاش كبيره بزاف جميله. كي تروح الجميله في الدخله كاين متحف جميله، هذا المتحف انا ننصحك تدخلو قبل ما تمشي للمنطقه الاثريه، خاطرش فيه راح تعرف البلاصه وتشوف البلايص اللي يعجبوك وتروح ليهم. فيه البلان تاع المنطقه كامل، وفيه حتى ملوك وشخصيات اللي كانوا حاكمين، وزيد تذكره وتتعرف على البلاصه ومن بعد تدخل ديك الساعه تشوفها. يعني لو كانت تروح الجميله وتدخل ديرك ما تدخلش المتحف وما تكرهش وما تعرف الجميله ديالها، تدخل تقول او ضحجه برك هي بنت عرفت فيك وصلت العين وما تشربش. تسمى دخل اكره ومن بعد زيد روح وحبس وتشوف وعرف البلاصه اكثر وعرف التاريخ تاع بلادك. وهذه هي نخليكم تشوفوا المتحف هذا ونعاود نرجع. بون هنايا هذه هي جميله كومبلي كامل كاين هنايا، ودي تمشي تهبط لتحت عليكم حتى هي ودي كاين ليها المسرح ديالها. هذه هنايا محطوطه في المتحف، يعني حاجه مليحه كي تدخل تستكشف هذا المتحف. اي بون ها شي ديال بون هذا كامل نتاع الحضاره الرومانيه. ديجا رحت عليه من قبل ولكن روح ما نحبش نزيد نعاود ندير فيديو، سما راح ندير دوره خفيفه برك. دوره خفيفه هذه راح تكون الحديقه تاع باركمون وشويه ام باركمون من الداخل، ما راحش نطولوا نخليكم تفرجوا شويه ونعاودوا نرجعوا.
ماشي ما عندي حتى معلومات عليه بصح باينك شغل اكبر مركز تجاري في الجزائر ليسونسيال كم تعرفوا ما نزيدوش نهضروا عليه بزاف واللي حاب يشوف لا فيديو قلت لكم هنا يخلي يشوفها ولا تجبروها تحت وهذه هي هذا هو الفيديو تاعنا اليوم ان شاء الله يكون عجبكم اذا عجبك الفيديو حطنا جيم وبارطاجي وباش يوصلك الفيديو الجايين ما تنساش تابوني في لاشان اتهلاو صحه فطركم سلام